كلو وراكسان صاحبي يال ميل والبواد نقاد دا ورايسان كسو دواد وراك يوغود دنبي حطو محا حسب مقالة دا بايدة بو ومقالة دا اللبات اي اوغو بابوليشين بادان اوغو داد كبادان مركي لغر ريبو مقالة دا مغدشو مغدشو مركي لغر ريبو ومقالة دا اللبات اي اوغو داد كبادان داد كاترة دا بادان اي 1.2 مليان كاي مقالة دا بايدة با كنول وا ان لولاد دقما دولاد نيمو دولاد ما وا ان لولاد دقما ما أهدد شعب أو حب إيا أفلقادو إياو عقا تشوغلين دولان ماذا لوغان دادعين كرام ما أها وحاسي داسي يدي مدحوينها ما ملقا كونفر قلبيت عبد عسيس لفتقرين أو قوب مناسبة كهذا لي ولين وحا تاقن حيصد دا كونفر قلبيت إيا دولان دا فضرال كسوماليا مدى مانين وحا جرتا قضب بحر نعا أو هشيس لغا قاري بلس انت بادن قضب بادي أو قم مهم سنة وحيشيس اللقاء مقارين وحينا وليكا قبسوا ملايهين إنا عاد دولة فضرالكا إيا صوماليا واندولو استاقي دونا قضب كينا كوباد عيانا كويف تيبين دونا هدو على إدم قضب كينا لبا هبكي حالي كسو دقاي مقالة دا مقدشو هبكي ترادة بادنا مركب كي كسو حيدي مقالة دا مقدشة شالي دكتا دا اللوحي دا إلا حالي إيه ودادة دكتا إلا إيا قاشان لقا إسكوحي دو دادكي شعبكا هاللقاء عاقية ليد ممري كرتان وحان عيدان هيد إيا قاديد كي قاشان ناية حالي تساهل أسيقيي هبكا محو أها نوعي أيو كاكوبنا إيادنا واندولو استاقي دونا وحانين عكلتي إيقي دونا واركا كسو بحي دولة فدرالكا إي صوماليا إي أي كاكا هدلين هبكا سي حالي لقد جيي مركبكا كإيماضي دالكا مصر إي كسو حي دايدا كده مقالة دا مقدشو دولة دو واربا يكسو سارتي هداو محاي كاتري هبكا سي إيا مصر إن هبكا ناي صودرتي إيادنا وان إيقي دونا وحانكا كلتي إيادنا دولو استاقي دونا هبكا مصر متبردو عاد أي أسيسي صوماليا مسي سوماليا ايا كسو ايبسطو لعق باي كوب بحيساي ايا دانا مدى يلابو حوغاها نغسو غاريا ايا ايدي لو وداغي دونا وحان دين عاكلتو ايا دانا مدى يلابا كدو لساغي دونا وزارت دا غاشان ديگا اما دولة دا فدرال كوبا سو كماها بونين هوب كان ان ودوين كان لوحرو او ادون كان دان اشيس انه يسالة تصيوه او وحاوية ادون كان لو صوب بندقو سيقر سوديا ان لو تجيستو هوب كاسي لدولة مركي هوب لسو ديگي سو شعب كيادا ايداد كيادا ايادو ويدا تونا ما اركاني سو كماها بونين قاب كحالي لو وجاهي قاب كدوان ان هوب كاسي لو تجيو miyay soo weeyday dawladdu goob kale oo qarsoodiya oo hubkaasi ay kala soo degi karto maadaama dalka Soomaaliya oo dhan u bad ay ku wareegsan tahay dakada farabadan ay jiraan oo ka saxmad yar oo ka dad yar dakada magaalada Muqdisho iyadana waa dul istaagi doona falcelin xoogan oo ka dhalatay hanaankii xalay dawladdu ay u wajahday markabkaasi hubka waday iyo dajintiisa iyo xiritaanka wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho iyo dakada naftarkeeda oo ilaa iyo shalay xidhnayd ilaa iyo maanta xiran iyadan sida dawladdu ay u wajahday falcelinta ka dhalatay ayaan mid iyo labo ka oran doonaa haddii aan laydmo soo dhawaada muqaalka like saar aragtidina noogu reeba qaybta commentiga ayno ku bilownay wali khilaafka maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale dawladda federaalka wali waa taagan yahay khilaafna laba dhig kare waa wax la abuuray oo lagu dhibaateeyay oo lagu aflagaadeeyay oo lagu gafay shacabka Koonfur Galbeed iyo maamulkoodaba mas'uuliyadooda wax la dhaafay ba ma jiraba Koonfur Galbeed maanta waxay mudnayd inintii korkooda loogu imaado madaxweynuhu imaado adduunka dhan imaado la cumaamado la raali geliyo magdhow laga siiyo gafafkii waaweynaa ee loo geystay ayay astaahileen xasan wuxuu dabcay markay inuu xamse soo diro oo agaasina soo diro oo taliyaal ciidan soo diro oo sidaa wax ku dhamaystuu dabcay oo uu ka soo qaado waxaan waxba ahayn wixii loo geystay reer Koonfur Galbeed waxaan waxba ahayn inuu ka soo qaado iska day Itoobiya iyo kala doorashadeedii Masar iyo xagga ayroga dhigayay waa laba dal oo labaduba horeyna waan u sheegay labadaba waxba uma hayaa Soomaaliya danahoodo bay eri ayaga isku eriyanay Soomaaliyana waxay rabaan inay noqoto goob gubanayso garoon oo lagu ciyaaro inay noqotay rabaan marka midna Soomaaliya dan uma hayaa xagga ayroga dhig wixii naga dhaxdeena markaan ka hadalno reer Koonfur Galbeed waa loo gafay ولا فلقديي ولا حميي ولا لايي ولا عقا تشوغليي ولا هنجبي ديقو ذي مال كودار لدمعين لغو برنايستو وولي ما السياسي تحل لبعنا دي بالي قويا هلو قودا تبالين قفكي انتا دناي اللوغ جيستي حسن وحود دمعي انو هوسو نغلو يسوغو ريال لقلين كب بحنين وحت الله مو قطنا قادين انو ساب سابي يلفتا قرين لفتا قرين كنا وسياسي آموسان ويهي وانا حرنو نيكو حرو بهانجريو ninka nin caadi ah ma aha ragii waxa weey quraanka ee subciiska ku dhameen jiray ninku horta waa ragii waan ragaana rag laga waxa weey la siri kara ma aha
رجاس قرآن كان لسكسير وعيبة رجع ورق سرب هذا وعي رجع صبح إسكي قانا رجع عيارة معها لفت جرين مركب وفاء مسي جاي بنوتن وحسن شيخ محمود عيارة يو هذا حصادري حمزة وحصادري تلي شوب أجاسينو رجع بصادري أستجنا جوجل قروح بدم بقول جاي وامرتقاضي هيه سمعنا هذا هني ها أرض في الصومال كل اللابتة في الصومال واحد بعتذر كانتين في الصومال كل النقطة بويدي وحيارنا wax ka dhaqan galay wixii laga wada hadlay ma jiro waxan ka ahayn xayiraad xildhibaanada oo ceeb iyo fadeexad iyo dhaleecayn xoogan oo xasan intu kala kulmay hatta xayirada xalana ay dheen ka daabay dheen fasax bay dheen xildhibaanada dalka dubinin joog bali wala soo canaatay taa waxan ka ahayn oo ka dhaqan galay ma jiro lafta garan marka waxa weey banoon buu tuuraa kolba wuxuu tuuraa madfac dig xasan sheekh maxamed agtiisu ku dhacaa way uga dartaa markaasay kala orod bilaabaan هذا مدفع بو صوت وري وحويري لفتا قرين مقالة بيدبو ومقالة اللبات اي اوغوطات كبادان مركي مقتشا لغا ريابو إلا مقتشا قبل كبنادر بالي دادايو وابا يلا بس يالي يتمن دقمو عيار ماها مركا مركي مقتشا لغا ريابو ومقالة اللبات اي اوغوطات كبادان شعبك كنول دولة دماها لتوسيوها لغا نقم بويري لكن ما يا بويري اغا جوغلين اي افلاقاتو اي حوك اي سندولي waxbakuma qaadan karaan waxbana laga gadeefi maayo 1.2 million ba ku nool 1.2 million ciyaar ciyaar magaalada ciyaar ciyaar baydabo ciyaar ciyaar ee baydabo ciyaar ciyaar adeer sandulle qoolay waxa la yiri sandulle biyakuma abdo ciyaar ciyaar waxa weeye hadaf ay san rabin ku qaadan mahayaan ha loola dhaqbo buu sidoo ugu muhiimba ugu muhiimsan ee dawladnimada ha loola dhaqbo arimaha lafta gareen wali miiska u saaran ee reconfur galbeed ay sugayaan waxa kamida xilka qaadis horta in lagu sameeyo agaasinadii iyo wasiiradii aflagaadooday ee u gafay ee shacabka reconfur galbeed iyo siyaasiyintooda u hanjabay u cagajugleeyay ee filla Soomaaliya wali waxa weeye ee briska ku dhaxunaya in horta xilka qaadis lagu sameeyo marka xilka qaadis kuwa lagu sameeyo konfur galbeed iyo marka way wada hadli karaan Xasan Sheekh Maxamuud كونفر قلبي دي حسن شيخ محمد سيفي عنو دقيسة يا كم إذا رقا وحا كم إذا رقا كونفر قلبي كسو جيدة إيا كوان كسو جيدة با أو يا كسو جيدة وزير كاشاني كا كسو جيدة تيك توك با كسو جيدة تيك توك رابطان ريا كونفر قلبي كما جوغا ماشا رابطان حسن شيخ محمود بكو جوغا يو وانين دال يروح وغا وحاو يرا فضفضو دو دوقو مسا اوما ساجيا دوقو اوما ساجيا تيك توكو دوقو اوما ساجيا مدام حسن شيخ محمود اوما ساجيا oo waxa way cagaayo luuayo u tuujiyo turkiga yana turjumaan uga yahay intaas oo meesha ku haysta wasiir tiktok marka xilka laga qaado baa leeyahay waxa kale oo yadan la rabaa in xilka laga qaado ki agaasinka guud ee gaadiidka haya laha waa wacaladii ee gumeystii uu kaga tagay konfur galbeed kaana waxa la yiri ha la cura baa leeyahay kaasna hadaan la curin maya baa leeyahay kaas iyo dhowr labadaas iyo dhowr kale weeye marka dhowrka kale waxa la yiri xilka qaadis ku sameeyay هذا حلقة قايس كوسا بيسو وهو ده هلاينا وهو ده هلاينا تاسر هالجيل نور قنيسة وانا وده هلاينا سيف عبر وده هلاينا وحول بنا هشيس بنك جارينا كوا لكن هرت ويني كركار كرت هذا داريسو أو طاقة كسر تورت كوا حسن مرك وحول مايا والمقلي سن هذا الكيس الجمعي أنا قعدنا نجوب ما تشو إن تطلع عايو أنا قعدنا أمانا وكيلنا إن تطلع عايو أنا وعدنا نبغى إن تطلع عايو قف والبشخص يسوي شخص عاي هذا كيس الصومة وكاف افتيار انتا واح تلابا او او قادة إلا إيا هادا مجيرو مرها دوسن مركة تلابا قادة خلاف كا مدى مانايو خلاف كا مدى مانايو نيكي شالي كواف لغا ديني يكو عيني شادك دولت كو عيني نحتو يدا كاقا ديني سو عنطيني او شاك عبا يكواف لغا ديني اديق او اي هاي سيداد اولي شينيسا سيداد شيس كو دا قاريسا سيداد كو هشين كرتان سيئات كو هشين كرتان إيا سيئات او هذا حدلي كرتان متنا مالها متكاد مالها mar haday marka xaalku halka marayo waa in nin walba intiisa uu iska ahaado halkiisa uu iska joogay noqonaysa sida xasan sheekh maxamed uu yiri reer walba halkooda hadda ganaadaan reer walba halkooda iska deganaanayaan khilaafki marka ma dhamaanin koonfur galbeed iyo xasan sheekh maxamed xasan bayre ka hirgeli laayeen qodobadii lagu wada hadlay reer lafta gareen ay diibeen reer koonfur galbeed ay diibeen ee waxa weeye loo diibay ee masalixda ummada Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed iyo Soomaalida kale ee gobolka Banaadir ama siyaasinta kale ee filna Soomaaliye joogto halka u noqon lahayd ilaa iyada Xasan Mahir gelinin taasi horta waa taa dhanka kale xalay hubay maaday xalay
هبا يمد مقالة مقدشو شالي هو كان إذن لو داقاني لدكاد واحد انتهاي شقالي هو الله كرادري إذا ما نبات سوغيدا لقيي كوا كوفيد عسان عاوال لقييني برامش كوا سيدا أفر برينا حدنا تام عقولة سيدا حقوها إشيقيان ودوي كوا وي واحدهين مراكي باكو سو وجهان واكاي حالي شالي إذن لو داقاني مقال كيانا خوري أين يقول لو داقاني مركب كي وغور يوم مساري أبا إمادي حالي با هبكي لقدتشي براه بالشدوات كو عرقتين intii nabadan ilaa aragteen baan filayaa muhiimad weyn marka ma lahaydu inaan ku laabto hubka dajintiisa hubka noocee ahaaba la isku haysta cid ilaa iyo hadda xog badan ka bixisay ma jiro laakiin waa sanad ciidan oo dhameystiran hubka noocyadiisa kala duwan baa ku jira layri ayadu taasiba iyadana lagu laabanayo dawladuna ma isan tirinin oo faafayn kama bixinin gaadiidka oo baa lagu cabeeyay gawaarida ay dawladu leedahay oo kuwa shareecana oo baa un afka laga mariyay حمالي قد تجيينا وعيدانكي دولادا واحد تجيينا عيدانكي دولادا تجيي إياقو باقي ليا وحيو بالغو برسي حرونتا كايت كو هوبكا قاشان ديقا ومبانا اللي وحري عدي ترى هذا واقوريقا نو عاسا إياوا قاريقا نو عاسا إياوا هوبكا نو عاسا بيان باي كشيك دا حاقا دولادا واركا ما صابحين تانا واتا لكي وحالي سكون راعي إنو هوبكو هوب عرص أها حتى عيدا مدا وحيارو لغا سوعيبتي هوب عرص بو هاباي دهين تاسي إيادانا وهوبكا دولادا أي لدكتي كوديران مينا إيادانا دولت فدرالك وربي كسو سارتي تيك توك او قرال كوما سو ساري ووزيركا كاشان ديكو قرال كوما سو ساري وحوين سوماليا وي كتك تيحل لغي دل دل اي او دوا فريسان لحي تاني هيدا اري تا وارين في عاني لكن ميس وي دي سي انا دا دوغنا يتوبيانا اه كتك تي مصرنا اه دورتي انا دو حوي كل بد دل دل او دورانيسا دل دل او دوليسو اري تا ميس وي دي سي سوماليا هدي حورتاي او ودن والبلاش قينيسو oo siyaasadda nidaam jadiid ay xortay Soomaaliya waa xor laakiin siyaasadu haday xortay Soomaaliya xor ayaan la dhigay Soomaaliya waa xor laakiin siyaasadda mar walba xor noqonin ama xor noqota siyaasadu haday xortahay oo dam jadiid siyaasadooda ay xortahay Itoobiyaana hal hadlaan oo heshiis la galaan oo ki heshiis la galaan oo adduunka dhan halku dhigi Xasan Sheekh Maxamed ha dhaqan galiyo taa ha dhaqan galiyo haday waxa way arinta ay dhab ka tahay Soomaaliya siyaasadeedu xor ma aha fisiyooni baa looga taliya xirada xalana looga taliya wadan baa u taliya kii wax yar siyaa u taliya waa siyaasad ku dhisan weeye midda dam jadiid bay ku dhisan tahay waa midda dam jadiid weeye haddii Soomaaliya xornimadeeda siyaasad ka xor la heli lahaa Itoobiyaana kuma soo haweysateen Masarna kumaysan hoos orodeen aniga dal xoraan ahay tii wax ugu taray ugu tar Itoobiya iyo Masarow dagaalkii ni dhexay aniga waxa igama gelin dalkeeda dhexdiisa dagaal ugu gali baa yaaday lahaydeen laakiin meesha maxaa kaaga cad xornimo wax la yiraahdo siyaasadeed inaysan jirin taasna waa warka dawladdu ay ka soo saartay oo markaas TikTok uu la jeeday dalkii la rabaan anoo hub kala soo degayna dalkii la rabaan wax ka qaadanayna dalkii la rabaan dhaw ka xidhiidhayna Soomaaliya anaga dal waxa weeye xilligii la dhahayay dalkaasi aan la keenin dalkaas koonsan baan ka qabna ma jirta buu yiri waa arrin fiican weeye laakiin sida loo wajahayo iyo hanaanka loo wajahayo ayaa mar walba aynu inagu ka eegayna ma saxan yahay mise ma saxna hadda markii laga fiiriyo masar qaadashadeeda hubka ay soo daad gureynayso saldhigyada la siinayo waa mid uu markaa la doonayo in Itoobiya lagu carqaladeeyo lagaga cadhaysiyo dagaal lagu galiyo weeyaan sababta masar saldhigga hadda ay ka yeelanayso maxaa laga faa'iideya maxaa laga helaya qoryo xun ay ku siisay hal gaari ay ku soo rartay maxay ku taraya waxba kuma tarayo hadii masar walaaltinimada ay sheegaysay iyo islaanimada iyo waxa soo dhanba ay ka tahay waxay ahayd inay masar ay garab istaagto dhismaha ciidanka waxa oo dhan ay siiso iyadoo markaasi danaheeda hoosaan ka fiirinaynin oo aan lahayn salgeysi iyo waxay si aan dhahayn sida hadda turkiga kala oo kaas laga hadlo turkigu waka ciidan uu dhisaya dhaqaal uu bixinaya hub uu bixinaya wax walba bixinaya shidaalku qodaya wadan gaar oo hadda uu jeedinaba jiro Itoobiyaana saaxiib u leeyahay cid kala walba saaxiib u leeyahay sidaasi la mid ah masar haday sameeyayso okay bay halay laakiin tani hadda iyo hubkan ay bixinayso waa dagaal ay doonayso Itoobiya inay kula gashay wax kale maaha taasina waa masar iyo warka ka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya sida ay u wajahday dawladdu shalay bay xidhay wadooyinkii iyo sidoo kale dekada way xiratay markabku markuu yahay markab ciidan uu yahay wuxuu soo istaagi karaa xeeb walba iska soo istaagi karaa meel walba iska soo xiran karaa oo lagu soo xiri karaa intii laga baaro baaritaan lagu sameeyo ayuu ka soo xiran karaa sida dawladdu ay u wajahday si saxan ma ahayn adduunkii oo dhan bay tusisay cadawgaadi baa arkay hubkaad la degayso gaarigaad la degayso nooca uu yahay la ogaan karaa sirdoon baa lagu dhexleeyo waxa weeye waa weli mada awoodaysanino waxbaa lagu dhex darsan karaa marka sida ay u wajahday
شعب كصوماليات يدتك فلنقياش السياسة دبا آد يا آد بيقول لليلين ودولده وقول لليلين إنا يا هايد سي لقل باقسان كري سيدا أي أوجه دي كان قروح بنا أو دولد ماذا وقا قروح بنا مركب باسود دقية مركب باسود دقية هو باسود دقية وعنو دا مركب إرداتو أهو دادقا حوتيو باهم كواري إرداتا راشين أه أو داد باهم وقا حوتي أه لسود حستاجي بان مودا لسود حستاجي مركب تاسنا والاقا قروح بدايا دولده وحالينا وبا قدرينا بل مركب تنبه هوبكا لسود دقي سان وان اقنا عنا قبطين تو هوبكا إلا قاضي هوب مرحة دونتين لسود دقي كرتاني بل ميل قرصون دولده ها ها جسته وأيضا بس أي ما مشوا أو ذكرها أي كسر عدان لاششكا يسلو كلا تدومها مراكب تو أي كسر حدا كران أو ضد شعب أي سمح مكلا سودة كرين دولة دها هجاجستو أيام لنا